السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. تمكنت فرقة الدرك الوطني ببلدية المقرن شرق ولاية الوادي يوم الخميس الماضي من الإطاحة بعصابة أشرار تمتهن سرقة المركبات خاصة سيارات النقل الحضرية والإجرام بمختلف أنواعها. تفاصيل القضية تعود إلى تحريات نوعية قام بها عناصر فرقة الدرك الوطنية أفضت إلى تحديد مكان مزرعة في إقليم الاختصاص يستغلها أفراد عصابة كمكان لتخزين المسروقات وتخطيط للإجرام فيها. وبعد تأكد من وجود أفراد العصابة بداخل المزرعة جرت عملية المداهمة وبدعم من الفرقة الإقليمية بالدبيلة، أين تم توقيف 7 أشخاص من بينهم فتاتان. وبعد مواصلة التحقيق تبين أن من ضمن أفراد العصابة 3 آخرين لا زالوا في حالة فرار. وأفضت العملية عن حجز أسلحة بيضاء وأقراص مهلوسة وسيارة محل سرقة ليتم تحويل الموقوفين على تحقيق، وينتهي بذلك جزء من مسلسل الاعتداءات والتي كان يتعرض لها أصحاب مركبات النقل الحضرية في الآونة الأخيرة.